السلام عليكم مشاهدي قناة الصحة والجمال في مصر والوطن العربي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. النهارده انا مبسوطة جدا معاكم ايمي شلبية في برنامجكم مع ايمي شلبية، مبسوطة جدا ان انا معاكم النهارده، خاصة سيدات مصر والوطن العربي، الستات الأقوياء اللي بمليون راجل اللي كل يوم بيكافحوا عشان يكملوا حياتهم وتكون أحسن وأجدد. هكون معاكم ان شاء الله كل خميس 12:30 ظهرا على الهواء مباشرة. النهارده ان شاء الله هعمل أكلة بسيطة جدا سهلة وفي نفس الوقت أكلة ملوكي. هنبتدي الأول بسم الله. الأول عايزة أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، بخصوص كل عام وإحنا بخير، بخصوص مناسبة انتصارات أكتوبر، دايما رافعين رأسنا وأبطال بنصر وكرامة. يلا بينا بقى نبتدي بسم الله. النهاردة أنا عاملة لكم أكلة بسيطة وسهلة زي ما قلت لكم، بس أكلة ملوكي، وفي نفس الوقت انتوا هتتخضوا لما تلاقوها أكلة ملوكي، بس هي مكونة من حاجات بسيطة جدا، هي رز وفراخ بس. إيه هي الأكلة اللي معانا النهاردة؟ هي الشركسية التركي. الشركسية التركي من أجمل الأكلات وفي نفس الوقت بسيطة وسهلة جدا. يلا بينا نبتدي بقى ونشوف إيه المقادير اللي هتكون معانا النهاردة بخصوص الأكلة بتاعتنا. النهاردة معانا فراخ، والفراخ طبعا سعرها مناسب وكويس جدا النهاردة، سعرها خصوصا اليومين دول ان سعرها مش غالي يعني. معانا كمان رز بسمتي، ومعانا عيش توست، ومعانا لبن، وهندخل بقى على البهارات بتاعتنا او البهار اللي هنحتاجه للأكلة بتاعتنا النهاردة. معانا سيجار قرفة، ومعانا فلفل أسمر، ومعانا بهارات فراخ، ومعانا ورق لورا، حبهان، مستكة، ليمون مجفف. معانا أهم حاجة في الأكلة والتزيينها والطعم الصوص بتاعها، معانا عين جمل، ومعانا بخصوص الطشة بتاعتنا الجميلة اللي هتدي طعم حلو جدا للشركسية، معانا توم، ومعانا كزبرة، ومعانا للناس اللي بتحب جدا الأكلات اللي يكون فيها شوية سبايسي هنعمل كده صوص حلو جدا للشركسية التركي، والصوص ده مميز. معانا شطة، ومعانا بابريكا، وزيت. الشركسية النهاردة أنا هعملها لكم بطريقة إن شاء الله بإذن الله مبسطة غير اللي احنا متعودين عليها. طبعا اي حد سمع زينا ما قلت لكم كده شركسيه تركي هيقول ايه ده هي صعبه مش سهله وكمان مكلفه. لا خالص، احنا مش هنحتاج حاجه تكون مكلفه معانا، اهم حاجه بس ان يكون معانا زبده. النهارده هنبتدي نعمل الفراخ بتاعتنا بتاعت الشركسيه. الاول هنلبس الجلافزات. زي ما انتم شايفين كده الزبده بتسيح معانا. عايزه اقول لكم ان هي مكوناتها الاساسيه الاكله بتاعتنا النهارده هي الزبده. طبعا اكله ملوكي زي ما قلت لكم، فلازم تكون فيها شويه دسامه. منتظره مشاركاتكم من خلال الارقام اللي قدامكم على الشاشه، وكمان لو حد عنده اي استفسار، وخصوصا سيدات وربات بيوت الوطن العربي، انا تحت امرها في اي حاجه على البيج الخاصه بتاعتي على الفيسبوك وعلى قناتي على اليوتيوب، او من خلال اي استفسارات على القناه، ارقام وكل حاجه تظهر قدامكم دلوقتي على الشاشه. اول حاجه هنعملها ايه؟ انا معايا الفراخ غسلها كويس جدا ومتبلاها، بحب قوي اتبل الفراخ يعني قبلها ما يقل عن ساعتين كده، علشان اللحم بتاع الفراخ بتاعنا يكون طعمه حلو، يديكي طعم حلو جدا. اول حاجه بحب جدا كده ان انا اشوح الفراخ في الزبده، وهبتدي كمان احط البهارات بتاعتنا عشان تديكي شوربه دسمه جدا وحلوه. زي ما قلت لكم البهارات كلها حاجات بسيطه قوي بس بتديكي تيست جامد جدا. عايزه اقول لكم ان من اساسيات الاكله بتاعتنا النهارده هي المرقه بتاعتنا او الشوربه بتاعتنا. بتكون اساسياتها المرقه والشوربه، خصوصا عشان الرز والصوص بتاعنا، والصوص هو اهم حاجه في الموضوع.
الفراخ اتشوحت كويس. انا بحب قوي اسلق الفراخ بالطريقه دي، حتى لو مش عامله الاكله دي يعني. طبعا انا مسخنه ميه، هضيف لها ميه سخنه بعد ما اتشوحت كده من تحت بالبهارات، وابتدت تطلع لي ريحه حلوه. طبعا انا غاسله الفراخ كويس جدا، بحب قوي ازود للغسله بتاعتي بالليمون والملح وانقعها في ميه شويه، ونطلع بقى كل الحاجات اللي فيها. عايزه اقول لكم معلومه كده بخصوص غسل الفراخ عشان يطلع لك الزفاره، شويه جنزبيل بودر في الميه بتاعت اللي انت بتنقعي فيها الفراخ شويه، هتشيل لك الزفاره خالص منه. طيب اتفضلوا معانا اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، مع حضرتك منى. اهلا بيكي حبيبتي، ازيك؟ الحمد لله. وحضرتك متعرفيش، انا متابعه حضرتك على القناه بتاعه اليوتيوب، واتفاجئت بالبرنامج ان حضرتك اعلنتي عليه. ميرسي يا حبيبتي قوي، ربنا يخليكي. انا مبسوطه جدا لان حضرتك بتعملي اكلات السندوتشات بتاعه ماك والبيتزا والحاجات دي كلها احسن من بره، من بره 100 مره. حبيبتي ربنا يخليكي، ان شاء الله باذن الله هنزل لكم باكلات فاست فود في الاكلات في الحلقات الجايه باذن الله. انا نفسي تعمليها في الحلقات عشان بجد الناس اللي مش متابعاكي على اليوتيوب تعرفها. عينيا الاثنين يعني يا حبيبه قلبي، عينيا الاثنين، وميرسي جدا لاتصالك. ميرسي يا حبيبتي لاتصالك، نورتيني يا منى، ميرسي قوي يا حبيبتي. احنا دلوقتي هنبتدي نعمل الرز بتاعنا. طبعا الرز اللي معانا رز بسمتي، حابه اقول لكم ان الرز البسمتي مش مكلف ولا اي حاجه. عايزه الرز معاكي يدي كتير، خصوصا البسمتي تقدري ان انت تنقعيه قبلها بحوالي ساعتين مثلا في ميه، تفضلي تغيري عليه الميه كده مش كتير، يعني مثلا مرتين ولا حاجه. عايزه اقول لك ان الرز بيستوي بسرعه، ونفس الوقت برده بيديكي زي كده، انتوا عارفين ان الرز بيزيد معانا. هنحط بقى شويه، انا بحب قوي الحركه دي مع الزبده في الرز، بحب قوي احط شويه زيت. طبعا زي ما قلت لكم هي الاكله كلها دسم النهارده معانا، فاستحملوا بقى. ام هنا، طب اتفضلوا معانا اتصال تاني. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبتي، اتفضلي ام هنا معانا. ازاي حضرتك؟ الحمد لله حبيبتي، اهلا بيكي. انا مبسوطه بالاكل اللي انت بتعمليه ده. حبيبتي ربنا يخليكي، الله يخليكي، ميرسي جدا. الو، شكرا يا حبيبتي، حبيبي اتصلي بينا تاني حبيبه قلبي، ميرسي قوي ليك. دلوقتي احنا هنعمل ايه بخصوص الرز بتاعنا؟ زي ما قلت لكم اهو انا سايباه بس كده يفلفل معانا، هقعد اقلب فيه شويه كده. انا مش هضيف للرز بتاعنا اي حاجه خالص غير بس شويه ملح، طبعا على حسب كميه الرز اللي انت حطاها زودي الملح بتاعك زي ما تحبي. عايزه اقول لكم ان دلوقتي احنا سايبين الشوربه، هخليكم دلوقتي تشوفوها بعينكم مع شويه الحاجات البسيطه والزبده والحاجات اللي احنا حطيناها لتشويح الفراخ. معلش بس الملح بينقط حاجات بسيطه. فعايزه اقول لكم ان الشوربه هيكون كلها دسم، وهتطلع لك كده ريحه تجنن يعني، وهي يا دوب لسه الفرخه بتاعتنا حتى ما اخدتش اي حاجه على النار، يعني تقدري تستخدمي الشوربه بتاعتنا على طول. طبعا الرز بتاعنا زي ما قلت لكم هيزيد معاكي. وطبعا لو في ناس كتير قوي بتقول لي دايما ان الرز البسمتي مش بيستوي معاها بسرعه، موضوع النقع ده كويس قوي. ايمان معانا على التليفون، اتفضلي ايمان. الو، السلام عليكم. عامل ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله رب العالمين، ازاي حضرتك؟ انت عارفاني مش عارفاني الاول، مش واخده بالي، اتفضلي. انا منى. منى، منى النجار. ازيك يا منى؟ ازيك يا منى، عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ هم قالوا لي ايمان في الايربيت، ازيك يا حبيبه قلبي عامله ايه؟ الحمد لله. نورتيني يا منى، ميرسي قوي يا منى، ربنا يخليكي يا حبيبتي، اتصالك يعني انبسطني جدا. ربنا يخليكي، ربنا يخليكي يا منى، ميرسي ليكي يا حبيبتي. ماشي يا حبيبتي، مع الف سلام. طبعا احنا بنزود اهو الشوربه بتاعتنا، طبعا زي ما انتم شايفين هي زادت اهي، وريحتها مش قادره اقول لكم تجنن، قلبت الاستوديو يعني. هنبتدي بقى نزود. طبعا زي ما قلت لكم ان انا ضايفه نقع الرز بتاعنا فتره كويسه، فمش هزود. لو انت مش نقعاه مثلا وجات لك وقت كده لازم سريع تعملي فيه رز البسمتي، ممكن تزودي الميه، انما دلوقتي انا عشان نقعاه قبلها بشويه فمش هحتاج ان انا ازود الميه. يلا هنغطي عليهم بقى ونبتدي نحضر
لاجمل حاجه او اكتر حاجه الناس بتتخض منها، وهي الصوص بتاعنا بتاع الشركسيه التركي. الصوص بتاع الشركسيه عايزه اقول لكم ان هو سهل جدا وبسيط، سهل وبسيط جدا، مش بياخد اي حاجه. اول حاجه لو انت ما عندكيش فينو تقدري تحطي، لو ما عندكيش توست تقدري تحطي فينو، ما فيش مشكله. انا هحتاج النهارده 3 قطع بس انا حابه ان انا اشيل الحواف بتاعه التوست. معانا اميره. اوكي، السلام عليكم. اتصال من اميره، اتفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك؟ اخبارك يا شيف؟ الحمد لله حبيبتي، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ تمام الحمد لله، منوره الشاشه. الله يخليكي يا حبيبتي، ده بنورك، ربنا يخليكي يا اميره. انت عامله ايه؟ الحمد لله دايما يا حبيبه قلبي، دايما تستاهلي الحمد يا رب. اتفضلي، عندك اي استفسار تحت امرك. اتفضلي يا حبيبتي، عناية ليكي. انا عايزه وصفه بلح الشام. حاضر يا حبيبه قلبي، من عناية الاثنين. حاضر ان شاء الله الوقت بتاعنا يسمح، وهقول لك اللي انت عايزاه من عناية الاثنين. شكرا ليكي يا اميره، ميرسي يا حبيبتي. طبعا احنا عملنا ايه دلوقتي؟ زي ما انتوا شفتوا انا شلت الحواف بتاعه التوست بتاعنا، وهبتدي اسيبه شويه. هنبتدي نسيبه شويه كده في اللبن، زي كانك بتنقعيه كده في اللبن بالظبط. مش هنضيف له اي حاجه خالص، انا مش محتاجه غير اللبن بس. تمام. طبعا الحواف بتاعتنا دي احنا مش هنرميها، احنا هنسيبها، ممكن نحمصها ونحطها على البقسماط المطحون بتاع البانيه بتاعنا او اي حاجه تاني. انا مش مع خالص ان ست البيت ترمي اي حاجه. طيب احنا معانا مين؟ معلش، استاذه عهود، اتفضلي يا حبيبتي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبتي. والله كنت عايزه طريقه البيتزا. عينيا حبيبه قلبي. حاضر، ازيك؟ عامله ايه؟ الو، ازيك؟ عينيا. حاضر، عينيا الاثنين. ان شاء الله وقت الحلقه يسمح واقول لكم الكل اللي انتوا تحتاجوه. دلوقتي احنا هنحضر الصوص زي ما قلت لكم. اتصال. اوكي، اتفضل. قبل ما نحضر الصوص، اتفضل استاذ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه ايمي؟ ازي حضرتك يا استاذ احمد؟ الحمد لله تمام. معاك حضرتك احمد من شبرا. اهلا بحضرتك يا استاذ احمد وكل اهل شبرا، حبايبنا منورين. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك، منورانا والله على الشاشه خالص. الله يخليك، ربنا يخليك، ده من ذوقك. ميرسي جدا استاذ احمد، ده من ذوقك. اتفضل. انا المدام معايا ومكتوبه تكلم حضرتك. لا ليه تتفضل، مفيش مشكله. ما هي مكتوبه تتكلم، فانا بس القصه كلها نفسي اكل من ايد المدام عندي اللي هي نجريسكو، مكرونه نجريسكو. بس دايما بتعملها كده النجريسكو، بس دايما بتعملها كده بطريقه يعني يا تطلع مستويه قوي يا اما تطلع مش ماسكه كده، يا اما في حاجه غلط فيها. فهي طيب كانت عايزه تسال حضرتك على المقادير بس. حاضر. مكتوبه. حاضر، عينيا الاثنين. فممكن حضرتك مقاديرها؟ تمام، عينيا الاثنين. هي النجريسكو اكله جميله جدا وسهله جدا جدا وحلوه، يعني بخصوص ان انت شكل حضرتك بتحبها جوسي شويه او سايحه شويه. اكيد. طبعا. تمام. أكيد. فهي ان شاء الله عينيا الاثنين، هقول لكم على كل استفساراتكم. عينيا دلوقتي الفراخ معانا ما شاء الله اهي خلاص قربت تستوي ما شاء الله. طبعا شايفين الدسم بتاع الشوربه، بخطوات سهله وبسيطه جدا عليكي. يعني انت تقدري لو بتشتغلي تقدري تتبلي الفرخه بتاعتك. ما شاء الله خلاص هي تقريبا استوت معانا، هي ما اخدتش سوى. عايزه اقول لك لو انت بتشتغلي تقدري تتبليها من قبلها بيوم ولا حاجه، مش هتاخد معاكي وقت خالص. عايزه اقول لكم ان الاكله دي كتير جدا بيخافوا منها. يعني انا ليا صحبات كتير قوي لما بنقول مثلا احنا عاملين النهارده الشركسيه التركي، ايه ده، دي مخيفه، دي مكلفه. لا طبعا هي ولا مخيفه ولا مكلفه خالص. انتوا عارفين انا معايا النهارده ايه؟ انا معايا 125 جرام بس من عين الجمل. انا عملت ايه دلوقتي؟ عملت نصه فرمته والنص التاني سايباه للتزيين، وتقدري كمان ان انت تتغاضي عنه. بس طبعا هو اساس الاكله وجمالها، وعارفين طبعا القيمه الغذائيه للاطفال بتاعت عين الجمل قد ايه مفيده ليهم. هنبتدي نحضر الصوص بتاعنا الاول بس كفايه. طبعا زي ما انتم شفتوا دلوقتي ان احنا نقعنا حوالي مثلا اهو بقى لنا 5 دقائق ولا حاجه. هنبتدي بقى نعمل ايه؟ طبعا زي ما قلت لكم ان انا فارمه في الكبه عين الجمل. لو انت مش فارماه تقدري تفرميه، مفيش اي مشكله، في الكبه مع اللبن ومع التوست. تقدري تستخدمي بدل التوست، لو مفيش توست استخدمي فينو. انا بحب جدا الست كده اللي تستخدم اي حاجه عندها في البيت، يعني مش شرط ان انت توتري نفسك او مثلا تعملي ميزانيه خاصه الاكله نفسك فيها اعمليها. ومش شرط كمان الرز البسمتي، تقدري تجيبي الرز بتاعنا الابيض البلدي العادي جدا وبيديكي طعم جامد جدا. هنضيف بقى اللبن بتاعنا.
زي ما قلت لكم ان هي فرصه كويسه جدا لينا اليومين دول. الفراخ اسعارها مش غاليه، ابتدي ابتكري بقى بالفراخ بتاعتنا. عايزه اوسع على نفسي بس هنا، ابتكري براحتك خالص. هنبتدي بس نفرم كده فرمه بسيطه خالص. محتاجين ان الطاست يدوب خالص مع اللبن. خلاص كويس قوي كده، تمام. الرز بتاعنا اهو، تمام. هو خلاص الرز بتاعنا اتشرب، هنبتدي نقلل عليه بس النار كده شويه. هنبتدي بقى نحضر الصوص زي ما قلت لكم. هنبتدي بايه؟ هنبتدي بالزبده. زي ما قلت لكم ان اقوى حاجه في الاكله بتاعتنا النهارده هي الزبده. طبعا للناس اللي عايزه تقلل السعرات الحراريه شويه في الاكله تقدري تستعملي زيت الزيتون وهيديكي تيست عالي برده. نخلي الزبده تسيح معانا. عايزه اقول لكم ان احنا دلوقتي خلاص، عايزه اوريكم بس بخصوص ال خلاص كده احنا استخدمنا الكبه. اول حاجه بحب اضيفها جدا، طبعا انا قلت لكم ان انا هعملها بطريقه مش شرط تكون زي المعتاده، يعني طبعا كل واحده فينا بتحب تسيب كده علامه او بصمه في كل اكله هي بتعملها. عين الجمل هبتدي احمصه كده مع الزبده. تحميصه خفيفه خالص. وبعدين هنبتدي نضيف اللبن مع الطاست بتاعنا. ريحة الصوص ابتدت تظهر اهي، واحنا لسه ما عملناش اي حاجة. هنخليهم يدوبوا في بعض كويس كده ويبتدي يمسك شوية. زي ما انتوا شفتوا ان الاكله بتاعتنا النهارده مش بتحتاج بهارات كتير، يعني كل اللي احنا احتاجناه بس البهارات بتاعه الفراخ عشان اساسها المرقه زي ما قلت لكم بالظبط. احنا محتاجين دلوقتي، تمام، احنا هنحتاج دلوقتي المرقه. عايزه اقول لكم ان الاكله دي بتكون حلوه جدا خصوصا في السفره بتاعه رمضان وفي العزومات، بتكون كويسه جدا. وزي ما انتم شايفين اهو بتديكي كميه كويسه، يعني الصوص اللي معانا تقريبا كانوا كوبايتين لبن، وزي ما قلت لكم انه تقريبا تمن عين جمل. وهتشوفوا دلوقتي الصوص هيكون معانا قد ايه. هو تقريبا العين دي اوطى من بقيه العيون، تمام مفيش مشكله. انا بحب جدا ان انا ازود عين الجمل زي ما قلت لكم لان قيمته الغذائيه بتكون كويسه وخصوصا للاطفال. هبتدي بس ازود من المرقه بتاعتنا. طبعا انتوا شايفين ما شاء الله تقل المرقه بتاعتنا عمل ازاي. ريحتها كمان تجنن. حاولوا على قد ما تقدروا تستخدموا بالطريقه بتاعتي دي تشويح الفراخ قبل ان انت ما تسلقيها، هتديكي تيست حلو قوي. تقريبا كده احنا خلاص الفراخ بتاعتنا خلصت. هبتدي نرفعها بقى من على النار، وكل اللي احنا هنركز فيه دلوقتي هو الصوص بتاعنا. طبعا الشركسية التركي هي اكلة قديمة جدا جدا، يعني من زمان قوي، ونفس الوقت برضو ما بتقدمش، يعني مثلا مش ممكن يجي عليها وقت تلاقيه راح منك او حاجة، لا بالعكس انت بتلاقيها اكتر الوقت محبوبة وبتتعامل دايما خصوصا في العزومات. كل اللي انا هضيفه للصوص بتاعنا هما حاجتين اتنين بس. هتبتدي الملح بتاعك، تمام، ورشه فلفل اسمر. فلفل الاسمر مع الصوص بيديكي طعم حلو جدا. تمام يا فندم، تمام. الصوص بتاعنا بيبتدي يتقل اهو زي ما انتم شايفين. لسه انا مش محتاجه القوام بتاعه يكون كده خالص، هوريكم القوام بتاعه هنكون محتاجين عامل ازاي. والرز بتاعنا خلاص ما شاء الله، انتم شايفين احنا على الهواء اهو كل حاجه استوت معانا، ما اخدتش معانا اي حاجه. عايزين بس نطلع الفرخه كده ايه
تبرد شويه علشان لما نقطعها ونخليها من العظم بتاعها. طب اوكي تمام اوكي هناخد فاصل ونرجع لكم على طول، استنوني وما تروحوش في اي حته. ورجعنا لكم تاني سريعا عشان وقت الهواء بتاعنا. انا عملت ايه دلوقتي؟ انا حطيت في طاسه صغنونه على النار الزبده بتاعتنا، وكمان معايا تومه وكزبره، توم مفروم وكزبره. هبتدي اعمل ايه؟ عايزه ان انا اديهم كده شكل او لون ذهبي، مش محتاجه اكتر من كده. طبعا الاول انت بتضيفي التومه وبعدين بتضيفي الكزبره، بس انا عشان وقت الهواء بتاعي عايزاكم تشوفوا بعينيكم. تمام كده؟ طبعا العين عاليه عندنا جدا ما شاء الله. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ عايزه اوريكم القوام بتاعنا اهو. القوام زي البانكيك كده، او بلاش البانكيك، خلينا زي قوام البشاميل بالظبط. تمام، يا ريت بس تقربوا لنا هنا او زوم. هنعمل الطشه الجميله بتاعتنا اهي، وكده الصوص بتاعنا اللي كل الناس بتترعب منه وفاكراه مكلف خلص خلاص الصوص بتاعنا. عايزه اقول لك بقى على تكايه كده بتاعتي انا بفضلها وبحبها جدا، وهي انك طبعا احنا بناكل الصوص على الرز. تمام كده؟ طيب في ناس ما بتحبش تحط حاجات سائله على الرز، تقدري تعملي ايه؟ تقدري ان انت تاكلي الصوص ده بالتوست المحمص، تقدري تحمصيه مع تومه ومعلقه زبده. عايزه اقول لك بيديكي طعم حاجه اخر واو، يعني بيديكي طعم حلو جدا. زيني بقى الطبق بتاعك، ما تنسيش ان المعده بتاكل، العين بتاكل قبل المعده، وطبق جميل جدا حاجه اخر واو زي ما قلت لكم اهي. ايه السلطه اللي بتتقدم مع الاكله بتاعتنا النهارده؟ بتكون مفضله قوي سلطه الكولوسلو، بيكون طعمها حلو جدا مع الاكله بتاعتنا. اكله بسيطه وسهله، اتعملت معانا ما كملتش تقريبا 20 دقيقه من غير ما تحضر لها ولا اي حاجه، يا دوب بس هي الفرخه اتبلت كده وجهزت معانا. طبعا شايفين الصوص بتاعنا تقيل، وعايزه اقول لكم ان ريحته وريحه الطشه تجنن زي ما قلت لك كده. للناس اللي بتحب الاكلات السريعه، اكله اهي تشرفك وجميله قوي. نسيت اقول لكم ان انا الفراخ دي قطعتها، وعلى قد ما تقدري تاخدي الصدور منها وتخليها من العظم كويس قوي، وبتبقى كمان جميله جدا لو حطيتي معاها صدور الرومي في العزومات او في رمضان او الكلام ده كله، بتكون اكله مشرفه كده وطعمها حلو حلو جدا جدا. بس عايزه اقول لكم بقى كمان حاجه كده، انا كان نفسي النهارده بس وقت الهوا للاسف، الناس اللي بتحب الحاجات اللي بيكون فيها سبايسي شويه، السبايسي ممكن شطه على بابريكا على شويه زيت. انتظروني بقى في اكلات فاست فود كتير، وكمان اكلات لللانش بوكس، اكلات لللانش بوكس ان شاء الله في الحلقه الجايه في ميعادنا ان شاء الله 12:30 ظهرا يوم الخميس. انتظروني، ومتشكره جدا وكنت مبسوطه جدا ان انا معاكم النهارده. السلام عليكم ورحمه الله. Thank you.